متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة، هذا الأسبوع الثاني من شهر يناير كانون ثاني للعام 2021. نبدأ هذه النشرة بتوقعات الجوية اليوم الأحد. تبقى المملكة إجمالا ضمن التأثر بالحالة الماطرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة التي تكون على شكل زخات، قد تكون رعدية أحيانا، بالإضافة إلى مناطق حائل وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف. تبقى فرص الأمطار قائمة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم الأحد. أجواء مستقرة في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، العاصمة الرياض 19 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن مثلا تنخفض فوق الجبال إلى 18 درجة مئوية، في جدة 31 مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، وتكون في تبوك 21 درجة مئوية في ساعات النهار. انتقالنا ليوم الاثنين، يتوقع أن يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي في عموم المناطق، كما نلاحظ الأجواء غالبا مشمسة، ولكن ذلك يترافق مع انخفاض متوقع على درجات حرارة خاصة في ساعات الليل. تبقى فرص الأمطار قائمة بشكل محدود فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع 17 درجة مئوية في ساعات النهار و5 درجات مئوية في ساعات الليل، 32 درجة مئوية في جدة، 20 درجة مئوية في تبوك، وفي العاصمة 20 درجة مئوية، بينما تكون في المناطق الشمالية 18 درجة مئوية، وفي الدمام والمناطق الشرقية حوالي 22 درجة مئوية في ساعات النهار، ولكن كما نلاحظ في ساعات الليل 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تستقر أجواء في كافة ومختلف مناطق المملكة، تسود أجواء غالبا مشمسة، ويسيطر مرتفع جوي على المملكة، الأمر الذي يعمل على استقرار الأجواء، ولكن مع حدوث انخفاض في درجات حرارة خاصة الليلية في عدة مناطق بمشيئة الله تعالى. تكون مثلا في العاصمة الرياض 18 درجة مئوية في ساعة النهار، وليلا حوالي 6 أو 5 درجات مئوية، في جدة 31، 18 في الجبال الجنوبية، 20 درجة مئوية في تبوك، وتكون 20 درجة مئوية في المناطق الشمالية، أما في الدمام والمناطق الشرقية 21 درجة مئوية. يوم الأربعاء لا تغيير يذكر، الأجواء تستقر تماما مشمسة، تكون باردة في ساعات الليل لكنها تميل للدفء في ساعات النهار، وترتفع في السواحل الغربية إلى حوالي 33 درجة مئوية، درجات حرارة جدا مرتفعة في تبوك 22 درجة مئوية، لكنها أقل من ذلك في باقي مناطق المملكة. ويوم الخميس بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح الجنوبية الغربية في الأجزاء الشمالية من المملكة، تثير بها الأتربة والرمال، بينما تكون الأجواء في باقي مناطق مستقرة، ولكن اعتبارا من يوم الخميس يبدأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في عموم المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، لتزداد درجة الدفء بالأجواء بمشيئة الله تعالى. كما نلاحظ يوم الجمعة 24 درجة مئوية في العاصمة الرياض، وبالتالي الطقس سيميل للدفء، تكون 25 درجة مئوية في الدمام، 17 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 14 في تبوك، تتراجع درجات حرارة في القطاع الشمالي الغربي، 27 درجة مئوية في جدة، و20 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. باختصار هذا الأسبوع تتراجع الحالة الممطرة اعتبارا من يوم الاثنين، يسيطر مرتفع جوي الثلاثاء والأربعاء، ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة في معظم المناطق عدا الشمالية من المملكة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا ومباركا أينما كنتم. دائما لا تنسوا تحميل تطبيق تقصى عرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية، نظرا لأن هذه التوقعات تتغير بسبب بعد المسافة الزمنية. دمتم جميعا بخير، إلى اللقاء.